بيه. المدرس الأول قرر ينتقم من مبروك. ناوي يعمل إيه يعني؟ قال لنا كلنا نجهز بالسلاح وبالليل هيهجم على الفيلا عشان يخطف تشكر وطماطم وتومي وكنزي. ممكن يقتلهم. يقتلوا تشكر والولاد كلهم؟ حركة الشباشب دي استفزت المدرس الأول جدا. وكان إيه اللي خلاه مستني الكام يوم دول؟ عايز يتأكد إن البوليس ما بيراقبش الفيلا. يعني هو دلوقتي ما عندوش شك إن مبروك مش تبعنا؟ لا، هو لغى الفكرة دي من دماغه تماما. هو متأكد دلوقتي إن مبروك بيشتغل لوحده أو مع أنتي تريكس، وهيخطف الولاد عشان يضغطوا على مبروك. طب وزياد؟ هم عارفين إن زياد مشترك في بطولة أفريقيا، فمش هيقدروا يهوبوا ناحيته لأن خطفه هيلفت الأنظار. وناويين يعملوا إيه مع مبروك؟ ناويين يعذبوه وهيفضلوا يضربوا فيه لغاية ما يقر. الكلام ده هيحصل ليلة؟ أيوة، 3 الصبح هيهاجموا على الفيلا. شكرا يا بسمة، امسحي رقمي من على تليفونك. حاضر. حسن بيه، احتمال كبير قوي المرة دي يقتلوا تشكر الولاد. ربنا يستر. جلال تعالى لي بسرعة. خير يا حسن بيه؟ مفيش خير، في مصايب متلتلة. يلا تعالى. حالا يا فندم. مبروك مبروك. والله يا حسن بيه حماتك بتحبك. ده تشكر النهارده عامله دقيقه باميه بالباميه ورشه فوقيها باميه. تحب تتغدى معانا باميه ولا نبعت لك طبق بسله؟ غدا ايه وبسله ايه؟ تشكر هتتخطف الليله تاني. المره دي ممكن تتقتل هي والولاد. انت بتتكلم جد؟ من امتى بهزر معاك؟ شفت عمايلك بقى وديتنا لفين؟ شفت اخر تصرفاتك؟ شفت نصايح خالتك ملابس عملت فينا ايه؟ انت كمان هتتقطع الليله. انا بقولك الناس دي ما بتهزرش. مصدقني ولا لا؟ طب هعمل ايه دلوقتي؟ الولاد فين؟ الولاد مع زياد في النادي. كويس، انا هتصرف معاهم، هعرف ابعدهم. وانت ربنا يعينك على اللي هيعملوه فيك بالليل، لاني طبعا مش هقدر اتدخل واحميك. تفتكر هيعملوا فيا ايه؟ الله اعلم، بس اللي انا متاكد منه انهم هيعذبوك عذاب محدش اتعذبه قبلك. يا نهار اسود يا نهار اسود. طب وبعدين؟ دلوقتي تبعد تشكر عن الفيلا بدل ما يخطفوها تاني. طب اوديها فين؟ اوديها عند امها؟ لا، امها مكان مش امين. طب تاخدها انت تقعد مع الولاد والمدام شويه؟ هو انا ولادي ناقصين؟ ايوه دول اطفال، حرام الله. طب اعمل ايه؟ اوديها فين؟ أنا عندي فكرة، هي بايخة بس هي حماية ليها. بايخة؟ ده أنت كل أفكارك حلوة. قول. أنيسة كنزي، إزيك؟ أهلا. تومي طماطم، إزيكم؟ إيه ده؟ تعرفنا منين أنت عشان تسلم علينا؟ مين حضرتك يعني؟ أنا الرائد جمال يوسف. أنتوا قلتوا لي قبل كده الاسم لما بلغته عن مبروك في تومي غلط. نسيته ولا إيه؟ انا افتكرت حضرتك. خير طبعا. انتوا اخوات البطل اللي هيمثل مصر في بطوله كاس الامم الافريقيه، عشان كده اتحاد الشرطه بيقدم لكم دعوه استضافه في شرم الشيخ. انت بجد دي هتبقى جامده قوي. ده على كده اخويا راجل مهم قوي في البلد، بس ده لو خسر المباراه هتنزلونا من الفندق؟ لا ما تخافش يا حبيبي، هتفضلوا برضو قاعدين في شرم الشيخ. يعني هنشوف البطوله هناك؟ هتشوفيها على شاشات كبيره وعملاقه جدا في افخم اوتيل في شرم الشيخ. ها يلا بينا. اتفضلي. ايه يا بنت الشياكه دي؟ انا قلت بقى طالما هتخرجني اشيك بقى وكده. صح. طب يلا اعمل حسابك تعشيني، لحسن انا من ساعه ما كلمتني ما حطيتش حاجه على بقي. طبعا هتتعشي. يلا عشان نوقف التاكسي بقى لك كتير. احنا هنروح فين؟ مشوار مهم. بقول لك ايه مبروك؟ طب ما تيجي تقعد جنبي. حاضر يلا. معقول يا ربي؟ بسيطه قوي. اطلع يا اسطى زي ما قلت لك. كل مره كده، كل فتره تاخدني فتحه كده. انا عايزه كده اشم شويه هواء. الله هنا يا اسطى. شكرا. حتى انا زهقت من قعده البيت. ايوه. انما ايه المكان الغريب ده؟ استنيني على الناصي هنا لو سمحت. يلا ايه مبروك في وزير رمضان دي اللي انت معيشنا فيها؟ ايه بس، هنزور واحده قريبتي. واحده قريبتك؟ ايه ده يا مبروك؟ ايه؟
دي السرايا الصفراء يا مبروك. اه ما انا عارف. يعني مستشفى المجانين. وحد قال لك انها العاقلين؟ واحنا ايه اللي جبنا هنا؟ بقول لك هزور واحده قريبتي. طب روح انت زور قريبتك وانا هقعد استناك هنا. بص عليكي، وده ينفع برضه ادخل لوحدي من غير مراتي؟ دي تبقى قله ذوق. لا يا مبروك انا مش بحب اروح الاماكن دي. طب مين قريبتك دي؟ طنط ابتسام. مين طنط ابتسام؟ اللي هي بتبتسم على طول ديت. طب ودي ايه اللي خلاها اتجننت؟ ما بتسمعش كلام جوزها. اتفضلي بقى واسمعي كلامي يلا. هي خوفي منك. يا عيني عليك. ايه؟ عيني عليكي بارده. اتفضلي. انا مش فاهم انت خايفه من ايه. لا صباح الخير. صباح النور يا فندم. لو سمحت عايزين دكتور حته. موجود يا فندم. اقول له مين؟ هقول له مبروك شحاته مبروك. استني يا فندم استني. هو بيعمل كده ليه يا مبروك؟ لا عادي، ده كلهم هنا كده عادي يعني، مش سرايا صفرا. طب هو راح فين؟ راح يدي خبر للدكتور حته. الدكتور اسمه حته؟ اه بس حته كبيره كبيره قوي. بس انا قلقانه قوي مبروك. قلقانه من ايه يا حبيبتي؟ انت احنا لازم نخش له يعني الدكتور حته ده. ايوه عشان يبعت يجيب لنا طنط ابتسام عنده بدل ما نروح العنبر ونشوفها مع المجانين وكده. لا 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 بالعنبر ولا مجانين، نخش الحته ارحم. تعالي تعالي بس ما تقلقيش. الدكتور بيقول لحضرتك اتفضل. اهلا 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 دكتور حته. اهلا اهلا مبروك بيه. اشرقت الانوار وحلت الازهار. اهلا يا دكتور. اهلا ليك مدام. اتفضلوا اهلا وسهلا اتفضلوا. انت بتضحك عليا انا متاكده دلوقتي. بضحك عليك ازاي يعني؟ ده حته كبيره، ده حته صغيره قد كده. لا ما احنا بنقول له كده عشان ما يزعلش. اتفضلوا واقفين ليه؟ اتفضلوا عودة. اتفضلي. بيشم ايه؟ الجنينه بتاعته. اهلا يا دكتور حته. شرف لينا تشريفك يا هانم، شرفتينا ونورتينا. اهلا اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك وازاي طنط ابتسام؟ يا ترى بتضحك دلوقتي ولا لسه مكشره؟ لا الحمد لله في تطور واضح، ابتدت تبتسم. طب الحمد لله الحمد لله. مبروك مبروك. انت هتتكلم مع الدكتور حته بالسين. الاوضه اللي تشكر هتفضل موجوده فيها لغايه لما نخلص العمليه اسمها الفرن، وتشكر نفسها اسمها مكرونه. طب هتتعامل ازاي؟ احسن معامله. واخدين توصيه جامده جدا، هتتشال على كفوف الراحه ومعمول لها حراسه مشدده. طيب اوكي ماشي. انت بتكلم مين يا مبروك؟ الهسوس. هو الهسوس بيجي لك هنا كمان؟ الله، ده بيت الهساهيس، ده هنا منطقه الهسوسات. انا عايزه اروح يا مبروك. احمدي بقى. قول لي يا دكتور اخبار الفرن ايه؟ بيجهز يا فندم، انا لفيت بنفسي ونقيت احلى فرن عندنا. ايوه يا عم المعروف، عشان المكرونه اللي هتستوي في الفرن غاليه علينا قوي. انا عايزك تطمن خالص، انا هشرف بنفسي على المكرونه وهنسويها براحتها ونراعيها. ما تنساش كمان البشاميل. اهم حاجه عندنا يا استاذ مبروك البشاميل. طب الحمد لله طمنتني يا دكتور. لو سمحت يا دكتور بلاش الفرن يبقى حامي، احس ان وشها هيتحرق. من ناحيه كده انا عايزك تطمن خالص، الفرن عندنا مكيف. طب الحمد لله. انتوا بتقولوا ايه؟ فرن ايه اللي مكيف؟ الفرن اللي هتقعد فيه المكرونه. انا مش مستريح حالك يا مبروك. ليه بس يا حبيبتي؟ ادخل. تمام يا دكتور، الفرن جاهز. اتفضل يا استاذ مبروك، اتفضل يا تشكر هادي، الفرن جاهز. الوردي جميل. جنينته يمكن عايز يشمه كله او يمكن هياخد المحصول. يلا يا حبيبتي يلا. يلا فين؟ يلا نروح الفرن. قصدي نزور طنط ابتسام. انت مش قلت لي الدكتور حته متوسطه ده هيجيب لنا طنط ابتسام هنا في مكتبه؟ ايوه ما هو اكيد له مكتب تاني، ده مدير مستشفى قد الدنيا اكيد. الحته دي؟ اه دي حته بقرش. سبحان الله. يلا 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 حبيبتي. طب روح انت انا هستناك هنا. لا يا حبيبتي ما يصحش هنا، بس تعالي ده طنط ابتسام تزعل. تعالي بس تعالي. يا رب وفقك. تعالي تعالي يا حبيبتي. اتفضل القوا نظر على الفرن. يا سلام ايه الجمال ده، ده فرن حلو، قصدي اوضه حلوه قوي ما شاء الله. الحمد لله.
الحيطان كلها خشب. امال ايه؟ لا والارضيه باركيه. ايه ده؟ ايه السرير ده؟ تعالي يا تشكر بص عليه شوفيه جربيه كده. جربه ليه وانا مالي؟ المهم يعجب طنطك ابتسام. لا اكيد هيعجبها. طمني بقى طمني. اتفضلوا. الحمام على ذوقي، سيراميك على مزاجي، الارضيه على مزاجي، المستشفى دي بعون الله اتبنت على ايدي. اتفضلي. ما شاء الله. لا لا بس انت فنيه تحفه. تعالي بصي على الحمام. اتفضلي. بص على الحمام ليه؟ تعالي اقول لك. طمنيني على ذوقك. اتفضلي اتفضلي. شيك شياكه ما حصلتش. لا شوف اكيد طنط ابتسام مبسوطه قوي. كده بحميكي والله بحميكي وبكره تعرفي. كذاب يا مبروك كذاب. معاك العمليات، ابدأ الإشارة. عربيات العصابة على ناصية الشارع. تمام، كل الوحدات تجهز لاحتمال الهجوم. مبروك مبروك. هاي حسن بيه. جم. استعد للمواجهة. طيب أنتوا هتعملوا إيه؟ زي ما قلت لك، لو حسيت إنك في خطر هتضطر تدخل. ما تقلقش، القوة بتاعتنا محاصرة المكان بشكل مكثف. طبعا اكيد هيقطعوا النور عن المنطقه، وعقبال ما قوات الامن تجيلي اكون انا رحت خلاص. ما تقلقش يا مبروك، اللي حصل المره اللي فاتت مش هيحصل تاني. يلا توكل على الله. مبروك مبروك. يا رب اجعله خير. قوم يا حبيبي عشان المدرسه. قوم فز. مش قادر اروح المدرسه النهارده. قوم. ايه ده؟ ده مش حل. كابوس. واضح انه كابوس. مراتك فين؟ ده انا اتسرقت. الولاد فين انت؟ فتشنا فوق ما لناش الاولاد يا فندم. مراتك والعيال فين؟ عند طنط ابتسام. مين طنط ابتسام؟ مرات خالد بنت عمتها ابويا من ام تانية. انا انا تديني دولارات مضروبه على الكمبيوتر؟ تضحك علينا وتدينا الشباشب بدل الواجبات؟ احنا يتعمل فينا كده؟ تعالى انت حفرت قبرك بايدك. فين الواجبات بتاعتنا؟ موجودة في الحبس والصون. وفين الدولارات بتاعتي؟ كلهم موجودين تحت السرير. انت هتلعب بينا تاني؟ العفو يا فندم، الدولارات المضروبة والشباشب اللي بعتها ما اقصدش ألعب بيهم سعادتك. امال تقصد ايه؟ انا مش طلبت اني اتعرف على حضرتك شخصيا وتيجي بنفسك تستلم مني الواجبات؟ وديني جيت لك بنفسي. ايش عرفني ان حضرتك اللي هو حضرتك مش حد تاني؟ مش يمكن كنت بعتلي حد تاني وتقول لي ان ده المدرس الاول؟ انا فعلا ما اعرفش شكل سعادتك. انا ليه الشرف اني اتعرف على حضرتك دلوقتي يا فندم؟ احنا عايزين نتعاون دوليا
عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض. انا على علاقه وثيقه بشخصياته باسماء كبيره جدا في عالم الواجبات. انا بصراحه وبلا فخر وصيت ليهم. انا دخلت عن طريق صدقي علشان اتعرف على سعادتك. مين هي الاسامي دي؟ برونكوفيتش. انت تعرف برونكوفيتش؟ ده انا وهو كده. تعرف مين تاني؟ السنساني عزمي قاقار. انت تعرف قاقار؟ طبعا، ده شخصية لطيفة جدا، اسمراني كده ودمه خفيف. وعلشان اثبت لك صدق كلامي، خلي الاخوة اللي مع حضرتك ياخدوا الواجبات والدولارات من تحت السرير. ولد ولد يا مبروك. صايع ولا تهز ولا توتر ولا اي حاجه، ولا كان باين عليه انه يسلك مع حرامي غسيل حتى. سبحان الله. فكوا عينيه. احنا فين؟ زي ما انت شايف، ده المصنع بتاعنا اللي بنصنع فيه الواجبات. المفرمه جاهزه؟ جاهزه يا باشا. اشغلها؟ مفرمه ايه؟ المفرمة اللي انت هتحط فيها من هناك، تمشي كده تنزل هناك، سائل على المجاري. سائل على المجاري؟ ايه، مش هعدي على حوض ولا كوع ولا محبس ولا حاجة؟ مفيش جزة، يعني مفيش جريمة. هتبقى سايل. سائل ده يسخن يتحرق يبقى بخار. لا، انا لو بقيت بخار هبقى أسوأ من السحابة السوداء. اول ناس هتتضروا انتوا. ليه كده؟ ليه كده يا باشا؟ هو انا عملت حاجه غلط؟ ده انا اديتكم الواجبات والفلوس وقلت لكم عايز ابقى واحد منكم، تعملوا فيها كده؟ احنا هنعرف انت بتكذب علينا وبتلعب بينا ولا بتتكلم صح. برداويل جاهز يا باشا. حقنة تاني. عارفها. حقنة فيتامين سي. كتر خيركم والله ولاد حلال، انا حاسس اني داخل على برد. دي مش فيتامين سي. تبقى فيتامين حي. برضو كويس، اصل حاسس اني داخل على حر. دي حقنه احنا بنديها للناس اللي بتستعبط عشان يطلعوا اللي جواهم غصب عنهم من غير ما يحسوا. استسمحك عذرا ان تشلح ذراعك اليمين او الشمال اشوف اي عرق وريد عضل غضروف. زعلان والله العظيم، زعلان منكم. اخص عليكم اخص. ايه ده؟ والعاد لساني خاطب لسانكم؟ لا، ده انتوا ما تتعاشروش كده، ما حدش فيكم يثق فيا. احنا سوء النيه عندنا وارد بشكل طبيعي جدا لحد ما يثبت العكس. برداويل طب بلاش حق. ممكن يبقى كبسول، شراب، اي حاجه تانية. ده اللي مصرف لك النهارده يا حبيبي. شمر يلا. اي 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 الحقنه دي مصيبه يا فندم. اول ما تشتغل هيبعبع غصب عنه وهيعترف بكل حاجه. عارف يا جلال. طب العمل يا فندم. الو عمليات. الو، ابدا الاشاره. خليك جاهز للتحرك في اي وقت. اول ما اقول انقض انقض على طول في ظرف 3 دقائق. عايزكم تقتحموا الموقع. علم ينفذ يا فندم. كده بنعرض حياه مبروك للخطر. اكيد هيقتلوه. طبعا هيقتلوه. مش هنلحقه. اول ما تقتحم القوات هيقتلوه. ربنا يستر يا جلال. ها؟ عارف يا جلال، في مفاجأة لو حصلت مبروك يبقى نفد بعمره. طب ايه هي المفاجأة؟ الحباية اللي انا اديتها له. الحباية دي لو كان خدها تفسد مفعول اي حقنة. طب هو خد الحباية قبل الحقنة؟ معرفش. وهتعرف امتى؟ لو كان خدها خلاص، لو ما خدهاش هيقول على كل حاجة. انت قلت انك تعرف برونكوفيتش. حبيبي ده، حبيبي برونكوفيتش. انا وهو كده كنا زمايل في مدرسة الثانوية بنات. اتكلم عادل. برونكوفيتش يعرفك انت؟ طبعا يعرفني. انتوا مسألين بيا ليه؟ طب وكاكار؟ القلب بقى يحل لصماره. ككر ككر ابو قلب رقيق وحنين. ككر.
هو في ايه؟ مبروك. نعم. لا لا مبروك يعني congratulations. انا سعيد جدا بيك يا مبروك، وانت بقيت خلاص واحد مننا بجد. معلش يا مبروك، انت اكيد عذرنا لان ده شغلنا، احنا لازم نخون. لا 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 ارفع، انت بتقول ايه؟ مبروك ما يزعلش ابدا، مبروك ده قلبه طيب مش كده مبروك؟ صح. شفت الحقنه عملت ايه؟ كان زمانك دلوقتي هتبقى بخار. مبروك علينا في منظمتنا الميمونه، انت بقيت دلوقتي عضو عام. مش مصدق نفسي. أخيراً أخيراً بقيت واحد منكم. حبايتكم نفعت، قصدي حقنتكم نفعت. تصنيع الواجبات شهد في الفترة الأخيرة ثورة تكنولوجية عظيمة جدا على مستوى العالم كله، في تقنية حديثة ومعدات حديثة وكل شيء مقنن ما شاء الله. البضاعة كمان ما بتلمسهاش إيد، كله مكن بالريبوت وأما بعد، يعني من المصنع للمستهلك رأسا. احنا حريصين على مزاج الزبون بدون تلوث. يا سلام يا سلام، اهو ده فخر الصناعه. انا سعيد بيك قوي يا مبروك، بالمناسبه في حفله كبيره قوي قوي على شرفك عاملها، وفيها خبر جديد لك. الخبر ده اكيد يا سعيدة. وحفله ليه يا فندم وتكاليف وكده؟ رضاك عندي بالدنيا والله. ما تيجي ناخد درينك؟ فاضي درينك.
كنت وعدت مبروك بمفاجأة. السادة أعضاء هيئة التدريس، باسمكم جميعاً أنا بأعلن ترحيبنا بمبروك بيه. مبروك بيه اللي تعبنا ودوخنا معاه، بس اكتشفنا إنه من أقوى الشخصيات اللي المنظمة بتاعتنا محتاجاها. لذلك أنا خدت قرار إنه هيحل محل صدقي ويبقى الموجه رئيس المجموعة هنا. إيه؟ ما بتسقفوش ليه؟ فعلاً دي مفاجأة، ومفاجأة سعادتنا. عايز اقول لكم ان ياما حلمت وياما تمنيت ان ابقى في وسطكم وان ابقى عضو من اعضاء المنظمه، وهو الحلم اتحقق. واحب اطمن بقيه الزملاء والاعضاء لو حد فيكم قلق ولا حاجه، احنا مفيش بينا رئيس ومرؤوس، انا منكم واليكم. من النهارده هنفتح صفحه جديده. زي ما انتوا قدمتولي مفاجأة سعيدة، أنا لازم أردها لكم بمفاجأة تسعدكم. مفاجأة إيه؟ إنني في الننوس. إيه؟ إيه؟ إنني في الننوس. يلا يا زياد، هد النرف، شد السرف، خلي الكرة تروح على الحرف. الله أكبر، الله أكبر. سلام يا بطل. الله يسلمك. خد يا سيدي، الجرايد والمجلات كلها كاتبه عن بطولتك. شفتهم الصبح، الممرضات جابوا لي كل الجرايد والمجلات، كانوا فرحانين بيا قوي. وانت عامل ايه؟ ورجليك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. توشكا مبروك حبيبي كتير. توشكا حبيبتي اكتر. حبيبي وحشتني قوي يا مبروك. ايه بنت الحلاوه دي؟ صحتك جت على مستشفى المجانين ولا ايه؟ ما تفكرنيش، لين ما طلعت عينك ووريتك الجنان اللي على اصوله ما بقاش انا تشكر بنت رموز. اه حسبي يا ستي، ده مكان الجرح. هو الجرح هنا؟ اه يا ستي اوعي، تعالي كده شويه. اه وديها المستشفى تاني.
معلش يا مبروك يا حبيبي. معلش مبروك يا حبيبي. بقى انت مستحمل كل ده واحنا كلنا ظالمينك. الوان عماله اشتم فيه حبيبي وانت طلعت بطل ومستحمل كل ده. ده انت اللي صعبت عليا. معلش كان غصب عني. معلش يا مبروك. وحشتيني يا بنت. وانت كمان ابني حبيبي يا نور عيني. بيضربوا بيك المثل. كل الحبايب بتهنيني. طبعا من حمات البطل. ازيك يا طنط حبيبي؟ حلوه طالعه من بقك زي العسل. قول كمان يا طنط. من اول مره شفتك فيها وحبك كلبش جوه قلبي. فاكر؟ طبعا. فاكره يا فوشكر اول مره شفتيه فيها وقعد على مائده الرحمن على الناصيه؟ فاكره. بعدين بقى هفتكر. لا ازاي؟ قالت لك والنبي لن تطال. انت ما صدقت طلعت على طول السلم اربعه اربعه كده ولقيت صينيه البطاطس ايدك جت على اللحمه على طول. السلم بقت حفر حفر. ماما نسيت اعرفك على حضره الضابط حسن. اهلا اهلا. واقف معانا. ازيك يا باشا؟ ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. بيحب اللحمه قوي 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 ما يعترفش ابدا بالكفته. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله طنط. بقول لك انا عايزه اصور معاك صوره كده عشان الصحف والجرايد والمجلات تطلب منك صوره تديهم صورتي انا وانت وتكتب تحتها بقى حماتي رموز الحياه التي كانت وراء نجاحاتي في حياتي فيما مضى وما هو اتي. بس كده؟ هدي الكاميرا. الفيلم ناقص فاضل فيه ثلاث صور. طنطانا وده وقته. يا بيه يا بيه. صورنا ممكن؟ معلش يا حسن بيه. ايه معلش ايه؟ ما بيصور المشبوهين. صورنا. يا مدام كفايه رغي بقى، انت بتتكلمي كتير ليه؟ حاضر يا اخويا. انا راجل عقيد على وش عميد، حولتيني لمصوراتي فجأة. معلش. يا رب تبقى ان شاء الله على وش جواز يا اخويا. صورنا. صورنا. اتفضلي. خليك كده بنفس وحزن ابتسم. انا ابتسم ليه؟ انا ابتسم ليه؟ عشان الصوره تطلع شرحه. انا اللي بصور ابتسم ليه؟ خلاص ما تزعلش حضرتك. كشر يا بيه كشر يا بيه كشر. الله ياما. يلا تعالي بقى شويه اتصور انا مع البطل بقى. اديني فرصه اتصور معاهم. بس الصور اللي تروح للجرايد. حاضر من فضلك بقى. من فضلك يا ريت سعادتك تاخد لنا صوره والاهرامات في الخلفيه. اهرامات ايه انت راخر؟ انتوا ايه العيله دي؟ معلش معلش يا حسن. ايه الاهرامات؟ انا بقى الحمد لله متشكره قوي يا ماما. معقوله هتسيبيني كده؟ انت هو بس لوحدك حبيبتي. انا لكم حاجه تاني. في بنوتين ممرضات عايزين يجوا يصوروا معايا. سلامتك من يا حبيبي. سلامتك من على فكره الحكومه عامله لك مكافاه كبيره هتبقى تاخدها. بجد؟ هاخدها امتى؟ اجراءات كل سنه وانت طيب. طب كام؟ بقول لك ايه؟ افتكرني لما اديك الجايزه دي. ادهاني. هروح احمض الافلام واجي لك على طول. ماشي يا طنط. عسل ايه؟ ده بتقول لك بطاطس ولحمه. وحشتيني يا بنت. مبروك. يا عيون مبروك. انا فرحانه بيك قوي يا مبروك. شفت الواد زياد؟ لعب النهائي في بطولة أفريقيا وشرف مصر. شفت الماتش في التلفزيون. كنت تعبان قوي بس ساعتها خفيت. طب بقول لك ايه؟ مش ملاحظ عليا حاجة؟ ملاحظ. ايه؟ شعرك. ما بتعملوش كده ليه من زمان؟ مش قصدي شعري، قصدي أنا كل كده. مش ملاحظ عليا حاجة جديدة؟ ربربتي؟ كانوا بياكلوكي جامد في المستشفى؟ مش أكل يا مبروك. أمال ايه؟ طب أنا هقف عايزاك تبص عليا كويس. بص كده. عندك انتفاخ. مش انتفاخ يا مبروك. في ايه؟ انا هفهمك. بعد 8 اشهر هنبقى 3. 8 اشهر نبقى؟ تيجي ازاي دي؟ عشان جوه هنا في واحد. بتتكلمي جد؟ هنا في واحد؟ حبيبتي. حبيبي يا مبروك. اهو ده الخبر اللي بجد. مبسوط؟ جدا. طب لو جبت بنت هتسميها ايه؟ بنت؟ هسميها نحمده. نحمده؟ اشمعنى؟ ما انت تشكر. عندك حق. طب ولو ولد؟ لو ولد أمنية حياتي أسميه ألف. ألف؟ عشان يبقى ألف ومبروك. حبيبي يا مبروك.
كريم يا رب. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.